السلام عليكم. السمنة. السمنة هي زيادة الوزن عن الحد الطبيعي نتيجة تراكم الدهون. السمنة لها مسببات، أهمها النمط الغذائي. النمط الغذائي بيكون فيه الطاقة اللي بتدخل إلى الجسم أكثر من الطاقة اللي بيبذلها، وطبعا هذا نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام وتحتوي على سعرات عالية. وقلة النشاط البدني، عدم الحركة والجلوس لفترات طويلة بيساعد على تراكم الدهون أيضا وعدم صرف الطاقة. السمنة لها مضاعفات كثيرة، أهمها أنه الإنسان البدين ممكن يصاب بأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، ممكن يصاب بضغط الدم. كمان المرأة البدينة الحامل ممكن تلاقي صعوبات خلال الحمل وخلال الولادة. كمان المرضى اللي عندهم التهابات المفاصل بكون الألم عندهم أشد بفعل الوزن الثقيل اللي بيشيلوه المفاصل. كمان هناك بصير في خطورة في إجراء العمليات الجراحية للأشخاص البدينين. كيف بدنا نتخلص من السمنة؟ أو كيف بدنا نجنب حالنا إن إحنا نقع في السمنة؟ أول إشي لازم نتناول 3 وجبات رئيسية، ونتجنب إن إحنا ناكل أي شيء بين الوجبات، وبالذات الأشياء العالية السعرات الحرارية. كمان لازم نكتر من أكل الخضار والفاكهة والبروتينات، لأنه تناول الخضار والفاكهة بيحتاج إلى وقت أكبر في هضم الطعام وبيعطينا إحساس بالشبع لفترة أطول. لازم نتخلص من عادة الأكل قدام التلفزيون، لأنه هاي العادة بتخلينا ناكل كميات أكبر من غير ما نحس بالشبع. ونتخلص من عادة أكل الوجبات السريعة خارج المنزل ونستبدلها بالمشاوي أو الأكل المسلوق. ومهم كتير نتجنب الصلصات الجاهزة اللي زي المايونيز لأنها عالية السعرات، ونقلل استخدامنا للملح في الطعام لأنه الملح بيحبس المي داخل الجسم وبيسبب زيادة الوزن. مهم كتير إن احنا نتناول الماء بكميات مناسبة، ويفضل إنه نشرب كوب كبير من الماء قبل الوجبة الرئيسية، ونبدأ الوجبة الرئيسية بصحن سلطة، وضروري نتناول الطعام ببطء شديد علشان نعطي المعدة الوقت الكافي لتعطينا الإحساس بالشبع، لأنه المعدة بتحتاج ل30 دقيقة لتعطينا الإحساس بالشبع. كمان مهم جداً ممارسة التمارين الرياضية، على الأقل الإنسان لازم يمارس تمارين رياضية يومياً من 30 ل60 دقيقة في اليوم، وإذا بده يخسس وزنه لازم يمارس 90 دقيقة يومياً، وممكن هاي 90 دقيقة يمارسها على فترات متقطعة، يعني 30 دقيقة كل فترة بكون مناسب.